ومن دير البلح وسط قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أهلا بك من جديد أسامة. يعني الوضع الإنساني والوضع الطبي والوضع الصحي يتطور مع مرور الوقت وعدم وصول الكميات الكافية من الوقود. ضعنا لو سمحت في هذه الأجواء وبطبيعة الحال الأجواء الميدانية. نعم، يستغرق المواطن أكثر من 6 ساعات يوميا من أجل البحث عن مصادر مياه صالحة للشرب. هذا الحال ينطبق على كل العائلات النازحة سواء كان في المنطقة الغربية لمدينة دير البلح أو في منطقة مواصي مدينة خان يونس. هناك لا يوجد محطات تحلية مياه كافية، بالكاد نجد في هذه المناطق 3 محطات رئيسية بالإضافة إلى موزعين ثانويين في المناطق عبر الكرات التي يجرها الدواب عزكم الله. وبالتالي هذه المأساة خلقت بسبب عدم إدخال الجيش الإسرائيلي ووقود من أجل تشغيل محطات المياه الرئيسية التي بدورها تقوم بتوزيع المياه الصالحة للشرب على العائلات النازحة سواء كان في منطقة دير بلح أو في منطقة مدينة خان يونس. هذا الحال أيضا انعكس على البلديات الموجودة في مناطق جنوب قطاع غزة والتي تحاول تقديم الخدمة إلى ما يقارب من 2 مليون نسمة وسواء كانوا من السكان أو من النازحين في مناطق جنوب قطاع غزة. الآن توقفت هذه المضخات عن العمل بالإضافة إلى توقف محطات المياه التي يتم استخراج المياه من باطن الأرض عبر هذه المضخات إلى السكان في مدينة دير البلح. نتحدث هنا على أن الجميع الآن مهدد بالخطر لعدم وجود مياه للاستخدام المنزلي، وهذه المياه أهم يعني مطلب لهذه العائلات الموجودة في مدينة دير البلح ومنطقة مواصي مدينة خان يونس. وبالتالي هذا سيجبر بلدية دير البلح على عملية ضخ مياه الصرف الصحي بدون أي معالجة باتجاه مياه البحر. والآن كل العائلات النازحة يوميا تذهب إلى البحر من أجل يعني الاستحمام ومحاولة الحصول على القليل من النظافة بعد عدم وجود مياه للاستحمام في مراكز الإيواء الموجودة في مناطق دير البلح ومدينة خان يونس. وهذا سيجعل الملوثات تختلط بأجسادهم خاصة في البحر، كما أن مياه الصرف الصحي باتت تتسرب إلى الشوارع وإلى أماكن تجمعات العائلات النازحة، بالإضافة إلى أن التيارات البحرية ستجرف معها هذه الملوثات باتجاه الشواطئ المحيطة في قطاع غزة تحديدا المنطقة الشمالية القريبة في منطقة إسرائيل. هنا نتحدث على كوارث بيئية تحل بالعائلات النازحة سواء كان من خلال تسرب مياه الصرف الصحي بالإضافة لوجود ملوثات والصرف الصحي دخل إلى أماكن تجهيز الطعام لهذه العائلات، كما أن مكبات النفايات تحولت إلى الأماكن الموجود فيها عدد كبير من النازحين في مناطق دير بلح. وهذا يجعل إلى يعني أماكن تجهيز الطعام في مناطق مراكز الإيواء ملوثة عمل وزايد من انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف العائلات النازحة وخاصة الأطفال سواء مرض الكبد الوبائي أو الأمراض الجلدية أو أمراض الباطنة. كل هذه الأمراض تزايدت بسبب عدم وجود علاج في المستشفيات، بالإضافة لعدم تصريف لا مياه الصرف الصحي ولا وجود مياه لهذه العائلات في مراكز الإيواء. الجميع هنا يعاني، حتى أن مراكز الإيواء العشوائية والخيام في المنطقة الغربية لمدينة رفح ومدينة خان يونس أصبحت هذه عبارة عن مقابر، سواء كانت مقبرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومقبرة أيضا من الرصاص الطائش. الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن إطلاق النار بشكل عشوائي باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح، وهذا يجعل هذا الرصاص يصل على مسافات بعيدة. العائلات هناك لا تعرف لا مصدر إطلاق النار ولا تسمع صوت إطلاق النار، ولكن تفاجأ هذه العائلات بسقوط هذه الرصاصات على أبنائها، ويعني لا يمر يوم واحد إلا ويصل إصابات من الخيام مصابة بطلقات عشوائية في منطقة غرب مدينة خان يونس وغرب مدينة رفح. من دير البلح في قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا لك.